قصف على قرية كفر سجنة 11/10/2012. الله أكبر. قصف إبراميل TNT من حوامة كلاب الأسد. الله أكبر. قصف البراميل متفجرة. الله أكبر. الله أكبر. قصف البراميل متفجرة. الله أكبر. من حوامات نظام الأسد الكافر 11/10/2012. الله أكبر. استهداف الحي الغربي في قرية كفر سجنة بالبراميل متفجرة. الله أكبر. استهداف الحي الغربي في قرية كفر سجنة. أحمد